يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن فجعلناهن بكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين ثلة وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل وكانوا يصرون على الحنث العظيم.
نار من سقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب I know.